لجنة العفو الرئاسي واللي أعلنت الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا النهاردة. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب محمد عبد العزيز، صديقي العزيز وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا سيادة النائب؟ مساء الخير يا أستاذ يوسف، ازيك وازاي كل السادة المشاهدين؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله تمام. ماذا عن ال 33 اللي خدوا النهارده عفو وهم من المحبوسين احتياطيا؟ النهارده لجنه العفو الرئاسي بتستكمل نشاطها على مدار منذ اعاده تفعيل اللجنه، زي ما انت عارف منذ افطار الاسره المصريه بتتوالى الافراجات سواء عن المحبوسين احتياطيا او المحكوم عليهم بقرارات عفو رئاسي او اخلاء سبيل للمحبوسين احتياطيا. اللي جرى اليوم انه في 33 من الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، متعلقة بالقانون، القوانين المتعلقة بالحبس في قضايا النشر يعني، تم إخلاء سبيلهم وهم الآن في بيوتهم ال 33 جميعا. ده بيرد على حاجات كتيرة اتقالت في الفترة اللي فاتت، إن طلع كثير من الإشاعات والأخبار المغلوطة استخدمها الإعلام المعادي في كتير من الأوقات، إن لجنة العفو توقف عملها، وده بنقول لكل الناس من خلال برنامجك وبالدليل العملي إن ده غير صحيح. لجنة العفو الرئاسي مستمرة. قيل إنه لجنة العفو اتعملت في سياق مقدمة لمؤتمر كوب 27 وإنه هذا الأمر له علاقة بالوضع الدولي، وده غير صحيح. استمر العفو قبل كوب 27 وبعد كوب 27. قيل إن لجنة العفو الرئاسي يعني فقط لطمأنة القوى المعارضة كي تشارك في الحوار الوطني. الحقيقة الحوار الوطني شغال، والناس كل القوى السياسية والأحزاب من اليمين ومن اليسار موجود ومشارك، ولجنة العفو مستمرة في عملها. ولذلك بنقول للجميع، لأهالي المحبوسين اللي بيبعتوا لنا وبنتواصل معاهم دائما، احنا مستمرين، لا تلتفتوا للشائعات. اللي هناك نوايا صادقة، وهناك دعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو، وهناك إصرار منه على أنه هذا الملف يسير في مساره السليم زي ما احنا شغالين، وفحص كافة الشكاوى والطلبات التي تصل إلينا، وده هيفضل مستمر. النهاردة بال 33 بنقول أن العدد تجاوز، زاد عن ال 1400 اسم ساهمت لجنة العفو الرئاسي بالتعاون مع الجهات المعنية، اللي بوجه لها كل الشكر طبعا في إخلاء سبيلهم، وعلى رأسهم طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا السيد وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سيادة النائب العام. هنا الحقيقة في تعاون كبير جدا من كل الجهات المعنية في الدولة. وبأضف إلى ذلك، وقلت الكلام ده يمكن خلال برنامجك قبل كده، ولكن بنأكد عليه، أنه الأمر لا يتوقف فقط عند إخلاء السبيل. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت لجنة للدمج والتأهيل للشباب الذين تم إخلاء سبيلهم أو تم العفو عنهم إذا واجهوا أي مشكلات، وأطلقنا رابط أو لينك للتسجيل عليهم شكواهم إذا كان عندهم أي شكوى تتعلق بالعمل، تتعلق باستكمال الدراسة، تتعلق بأي مشكلات بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال والمهندس طاهر أبو زيد زميلكم في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق واستضفناه عندنا هنا في البرنامج، واتكلم عن برنامج الدمج، ويمكن حتى النهاردة الصبح برضو قابلت طاهر وكنا برضو بنتكلم على مسألة الدمج. يعني في حركة حقيقية وشغالة يا محمد. صحيح، هو ده اللي بنقول عليه، ان احنا في مرحلة مختلفة، مرحلة الحوار الوطني ومرحلة بناء الجمهورية الجديدة، لا تستبعد أي صوت من الأصوات السياسية والفكرية. وزي ما حضرتك عارف وبتشوف في الحوار الوطني، كل الآراء بتطرح من اليمين ومن اليسار، من الأغلبية ومن المعارضة، بدون أي سقف وبدون أي يعني ضغوط على أحد أن يتبنى أي رأي معين. وشفنا من الشباب الذين تم الإفراج عنهم بقرارات عفو أو بإخلاء سبيل مشاركين في الحوار الوطني، مزبوط، وبيدلوا بآرائهم وبيتبنوا وجهات نظر معارضة، وده يعني لا يفسد للوطن قضية كما قال السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية. طب محمد برضو أنا محتاج أفهم منك حاجة، يعني أنا النهاردة لما أشوف أن في 33 واحد تم إخلاء سبيلهم وصدر لهم عفو من لجنة العفو الرئاسي وهم من المحبوسين احتياطيا، هل أنا إن رأيت أو ظنيت أو شفت أنه ده وكأنه انعكاس لإشارة حقيقية واقعية جادة في مسألة المزيد من النقاش حول قانون الحبس الاحتياطي؟
بكل تأكيد هو أنا بقول قانون الحبس الاحتياطي أو قانون الإجراءات الجنائية بيتضمن داخله المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي. هذا القانون مطروح للنقاش داخل الحوار الوطني أولا. مظبوط. ثانيا مجلس النواب المصري شكل لجنة فرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، واللجنة يعني بيشرفني أن عضو فيها ممثل عن لجنة حقوق الإنسان في المجلس. هذه اللجنة مصغرة مكونة من عدد من الأعضاء مجلس النواب بالإضافة لممثلين كافة الجهات المعنية سواء كانت وزارة الداخلية أو كانت النيابة العامة أو مجلس القضاء الأعلى وكل الهيئات القضائية المعنية بهذا الأمر بالإضافة لنقابة المحامين وبالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشكيل متميز في ممثلين من مجلس النواب، في ممثلين لكافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون لأنه قانون مهم متعلق بالإجراءات الجنائية كلها وليس فقط في الحبس الاحتياطي. يجري مراجعة كافة مواد قانون الإجراءات الجنائية، والحقيقة اللجنة دي شغالة واقتربت يعني ناقشت شوط كبير جدا من مواد قانون الإجراءات الجنائية، وإن شاء الله يعني هيصدر إلى يعني هيكون متاح إنه يصدر خلال هذا الفصل التفريعي الحالي أو هذه الدورة البرلمانية الحالية، لأنه قانون الإجراءات الجنائية زي ما أنت عارف ويسمى الدستور الثاني لأنه مكون من عدد ضخم من المواد. صحيح. في كل التفاصيل والضمانات المعنية بحقوق المتهم أو بضمانات الدفاع، ودي كلها واردة في القانون الإجراءات الجنائية. والحقيقة هذا القانون صدر سنة 1950، وبما أننا في عصر تطور كبير جدا تطور فيها علم الجريمة وتطور فيها علم مكافحة الجريمة، أصبح يعني من الأهمية بمكان أن يناقش كل مواده بالإضافة بكل تأكيد لقضية الحبس الاحتياطي نفسها، أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي يستخدم في حالات محددة إذا خشينا على المتهم أنه يهرب، أنه يؤثر على الأدلة، أنه يعمل أي حاجة تتعلق بسير المحاكمة، أما دون ذلك فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا بد من أنه يكون فلسفة الحبس الاحتياطي أنه إجراء احترازي وليس عقوبة في حد ذاته. وده بالتأكيد اللجنة الفرعية بتعمل على هذه الصياغة، وإن شاء الله يصدر يعني يكون متاح أنه يصدر قريبا. وأيضا سيطرح هذا الأمر للنقاش بكل تأكيد داخل أروقة الحوار الوطني ليكون هناك كافة الآراء مطروحة، لأن ده قانون هام جدا في يعني القانونيين بيسموه الدستور الثاني. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر لصديقي أولا وسيادة النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب المصري.